عضو جمعية التصوير الضوئي. تقرير حلو، خلنا نشوف معرضه في كتارة وبعدين نعلق على تصويره. أحمد بن يوسف عبد الخليفي، مصور هاوي، أحب تصوير الطبيعة وأحاول أن أبرز جماليات طبيعة قطر من خلال كاميرتي. طبيعة قطر طبيعة فيها تحدي كثير، لأنها أرض منبسطة، لونها تقريبا ملحية، قلة الغيم، قلة الأمطار، فهذه عملت عندي تحدي كيف أبرز جماليات طبيعة قطر، خاصة المناظر اللي أنا أذهب لها في الشتاء وأوقات أيضا في الصيف وأجد فيها جماليات. اخترت هواية التصوير الضوئي، هواية عشقتها بحيث أن أثبت الموضوع اللحظة الزمنية. حبيت استخدام الفيلم لأن الفيلم فيها ألوان جميلة وإبرازات كثيرة جميلة، فاستخدمت أول كاميرا أخذتها تقريبا سنة 2002 من الكادر العريض، والآن استخدمت الكاميرا الكادر العريض 1:2 ميديوم فورمات هورسمان، تعطيني صورة 6 سنتي في 12 سنتي للصورة الواحدة. شفت الصور؟ أي أنا حضرت المعرض. الصور هي أقرب للوحات ولا؟ نعم صحيح صحيح. إيش رأيك؟ كلام صحيح. والله أنا حضرت المعرض و يعني أكثر شغلة عجبتني الاهتمام بالخامة اللي طبعت عليها الصورة. الخامة اللي طبعت عليها الصورة مكلفة جداً، فالمعرض بشكل عام يعني أنا أتوقع أنه مكلف جدا، لأن الصورة الواحدة قيمتها ومتأكد بالآلاف طباعتها. متى